السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في برنامجكم أحلامنا الذي يتكلم على رموز علم الرؤى والأحلام. نتكلم اليوم عن أمر طيب وجميل، نتكلم على الفرق بين الرؤية وبين الحلم. وتيسيرا بالناس، الرؤية في علم الرؤى والأحلام، ما هي الرؤية؟ تعريف كده بسيط جدا، الرؤية أي شيء فيه الخير فهو رؤية، أي شيء فيه الخير فاعلم علم اليقين بأنه من الله. معنا أول اتصال. معنا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام حبيبي الغالي. عامل ايه يا شيخنا الفاضل؟ الحمد لله يا محمد تمام. نور الشاشة، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لك حبيبي. معايا في حضرتك رؤية قصيرة كده اللي هي لوالدتي حضرتك. تمام. تمام، هي من فترة حوالي سنتين كده. نعم. تمام، هي شافت ان انا بكلمها في التليفون، يعني هو الرؤيه دي في مكالمه تليفونيه. نعم. وبقول لها انا فرحان ان انا اتجوزت، وهي فرحت ان انا اتجوزت وزعلت ان انا ما قلتلهاش على جوازي. تمام. بس هي خلصت هي الرؤيه. انت محمد غير متزوج طبعا؟ لا، ما غير متزوج. سيمن الله عليك بالزواج، وزواجك سيكون زواج سعيد جدا. والله تمام مولا. والله اعلم. طب وهي في بالنسبة لزعلة، معلش في حاجة؟ لا، ده هي عندما تتزوج هتكون أسعد مخلوقة على وجه الأرض، لأن هي فهمت أنا ممكن أتجوز من وراها، يعني ما أقولهاش يعني. لا ده دي في المنام يدل على العكس، بس الذي يعنينا في المنام حبيبي الغالي إن ربنا سيمن عليك بالزواج، ليس فقط ده، زواجك سيكون زواجا سعيدا جدا. جزاك الله كل خير يا مولانا. وجزاك الله عنا خيرا حبيبي. معنا عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبد الرحمن. بإذن الله حضرتك، ليا في عندي رؤية إن شاء الله. تفضل حبيبي. حضرتك أنا شاهدت إني بصعد زي سور، ومرافقة ليا امرأة مجهولة بس حسنة المظهر في كل شيء تقريبا ومستورة. وبعدين قابلني شخص اسمه سمير. تمام. سمير ده زميل ليا في العمل، فالامرأة اللي كانت متواجدة معايا كان في كمامة في الأرض. تمام. خدتها وكممت فمه. تمام. وبعدين مشيت معايا، وأنا ماشي كده في مكان فاضي لقيت الممثل محمد رمضان، ومحمد رمضان بيتكرر معايا في معظم الرؤيات في الفترة الأخيرة. تمام. بس في هيئة طيبة. تمام. وبعدين لقيته داخل مكان تقريبا في عمل فني بيتم، فشاهدت الممثل اسمه احمد زاهر. تمام. بس انا قلت عليه، قلت ايه ده فرشي. تمام. دي الرؤيه اللي قلت حضرتك. تمر امر هفسرها لك واسمعنا من التلفزيون. اولا موضوع المراه المجهوله، المراه المجهوله افضل بكثير من المراه المعروفه في علم الرؤى والاحلام. فالمرأة المجهولة يدل على الدنيا الطيبة الجميلة، الشيء الحلال المبارك لك. موضوع الكمامة ده ربنا حيحفظك من الوباء والأمراض، وريد الناس كلها تلتزم بالشروط والضوابط الصحية. كذلك محمد رمضان، محمد يدل على الحياة المحمودة الطيبة الجميلة لك، وكلمة رمضان ربنا حيجعل أيامك أيام مباركة. محمد رمضان في الأيام القادمة حيدخل عمل، العمل ده حيكون حيعمل رجة، حيعمل يعني نسبة مشاهدة عالية جدا 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 لمحمد رمضان. أسأل الله أن يحفظك ويصونك ويرعاك حبيبي. أحمد زاهر، أحمد نفس التأويل بتاع محمد، أحمد ومحمد ومحمود وحمادة، ظاهر ربنا سبحانه وتعالى يبينك أنت إنسان تحب النظافة وتحب الطهارة والاهتمام والترتيب والتنسيق، والله أعلم. فالرؤية كل ما هو فيه الخير
فهو رؤية زي رؤية الأنبياء والأولياء والصالحين والعارفين المساجد. معنا أم محمد، تفضلي يا أم محمد. تفضلي يا أم محمد. أم محمد تفضلي. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أم محمد. لو سمحت يا شيخ، أنا دلوقتي على طول أحلم إن حد يعني أخويا ابن عمي متوفي، وأحلم على كده، وفي الحلم ألاقي فيه يعني زي دم في الآخر، لكن حد دابح حاجة وأشوف الدم قدامي في قلب الحلم. بس كده يا أم محمد؟ نعم. بس كده؟ ومرة تانية حضرتك لقيت حلمت برضك ان ابني وقع من الشباك، وقت جيت امسكه فلحقتهوش وراح نازل مني في الارض. تمام، هفسرك يا ام محمد تمرين امر. موضوع الاموات وما قيل وما ذكر بذات في الرؤية الثانية، موضوع الام المنام بين ربنا سيحفظك من النصائب والاحزان، ربنا سيحفظك من الاوجاع والالام ومن المتاعب، والله أعلم. معنا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حلمت كده فما جرحت، لقيت ابني وزميله ومعاهم فلوس ورقية. أم محمد وطي التلفزيون شوية وخليك قريبة من التلفون عشان الصوت بعيد. أنا رأيت ابني معاه فلوس وجايبها من البريد. تمام. هو وزميله. تمام. ورؤية تانية يا شيخ، حلمت ان انا معايا بتاو من بتاع الصعيد دي، جميل جو في قلبه جبنة. لا معاك ايه؟ بتاو. بتاو تمام. بس جميل جو ابيض وفي قلبه جبنة بيضة وحلوة قوي. هبصرك يا ام محمد، اسمعيني من التلفزيون. الاموال والعملة الورقية او النقدية في الرؤية الاولى، موضوع البريد ده نوع من انواع الرزق لابنك، ربنا حيديله خير. موضوع البتاو، البتاو اللي هو معناه العيش، وفي الصعيد البتاو ده يوزع على المقابر، وفي ناس تعشق البتاو عشق الجنون، دي سبحان الله من عند ربنا كده، ويباع برضو في المخابز، فيدلل على الرزق الطيب الجميل الحلال المبارك لك يا أم محمد، والله أعلم. اتفضل يا نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نورة. الله يخليك. لو سمحت يا شيخ، أنا تاني منام إن أنا يعني أنا اشتري مصحف، وبعد ما اشتريت المصحف رحت لقيت واحدة عمالة يعني تعلم عليها، رحت أنا أخذت منها وقعدت نعرف معاها، وقلت هذا أنا لسه ما اشتريها جديد، أنت هتعلمي لي ليه فيه؟ وقعدت نعرف معاها يعني كده، وأخذت المصحف منها. أنت آنسة يا نورة؟ لا أنا حامل. أنت حامل؟ أيوه. ده ربنا حيكرمك بولد، واحتمال كبير جدا يكون ذكر، وإن في ناس حتنظر إليك في هذا الولد، يعني أيوة. في ناس عند الحسد وعند أيوة. الكراهية وعند الحقد، ولكن أيوة. الله جل وعلا سيحفظه بحفظه، فقول الحمد لله. إن شاء الله بإذن الله يخليك. تؤمري أمر يا نورة. قال يا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا حلمت ان انا ماشيه في الشارع ولقيت توك توك، فعايزه اركب توك توك، بس خايفه عشان في ست كبيره واقفه، فاول ما فقلت لا انا هركب مش هتعمل لي حاجه، فركبت التوك توك راحت ركبت لي من الناحيه الثانيه في التوك توك، وادتني حضنه في بطني وعايزه اطير منها، راحت كتمت على مناخيري بمنديل او ببطنه واغمى عليا، وخلص الحلم. صحيت على كده يا ام محمد. نعم. انت في الحقيقه من غير ما تذكري اسماء، في خلاف، في خلاف بينك وبين حد، او في حد كاره، او في واحده حاقده او حاسده عليكي؟ ممكن. ايوه صح. بس كده، خليكي حريصه يا ام محمد لابعد الحدود، ومش انت بس، ده انا بقولها الى كل البشر يا جماعه، لا تتعاملوا مع الناس بحسن النيات، والله في بيوت اتخربت، واحده تقابل واحده في الشارع، اتنين يقابلوا بعض في الشارع ما عارفينش بعض، يحصل بينهم الالفه والموده والكلام الطيب والكلام الجميل، ومجرد هم التنين يتعرفوا على بعض يروحوا لبعض، روح المنزل تشممها وتاخذ الذهب وتاخذ الاموال اللي في البيت، وامور كثيره جدا متعدده يطول الشرح فيها، والله اعلم. في حد معانا؟
اتفضلي يا ام مريم. لو سمحت يا شيخ، انا دايما احلم ان انا متجوزه غير جوزي. انت بتحب جوزك يا ام مريم؟ طبعا. تمام، معناه ان هو حكم على انفاسك الى يوم الدين، لا تفارقيه ولن يفارقك ان شاء الله. ودايما احلم تاني يا ام مريم. ايوه انا لسه ما خلصتش كلامي، خليكي معايا على الخط. وربنا سيؤلف ما بينكم، وان ربنا حيجعل هناك انسجام وقبول وميول بينك وبينه، ولو هناك سوء تفاهم بينك وبين جوزك سيزول، فقول الحمد لله. الحمد لله. قولوا رؤية تانية يا ام مريم. يعني شفت جوزي بياكل في يعني سندوتشات كبده كتير، ومعايا يعني وديت لعيالي منهم رغيف واحد قسموه مع بعض. هو شغال ايه؟ ايه شغال ايه جوزك؟ يعني بيسافر بيروح ويجي مجاول. ده ربنا حيدي له رزق كثير جدا، وسيكون له ولك ولأولاده. شكرا. والله تأمرين أمر. تفضل يا محمد. ألو. تفضل حبيبي الغالي. ألو. أنت على الهواء محمد، وطي التلفزيون يا محمد. السلام عليكم. أنت على الهواء محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ. عامل إيه يا باشا؟ وطي التلفزيون حبيبي، اتفضل. سامعك يا باشا. عامل ايه يا شيخ محمد؟ الحمد لله. معاك الشيخ ابراهيم حمدي حبيبي. الله معاك اخويا، الله عز وجل لك حاجه كده والله. اتفضل حبيبي. الله يخليك. كنت انا كده في اول سنه 26 ديت، حسيت ان انا بقيت اللي مخنوق ومتضايق، وحاسس ان الساعه داخله مش طبيعيه، والسما فوقنا كده. تمام. اول حاجه بقول لها والله يعني عندي 26 ديت تخش، ممكن يكون مش مظبوط انا خالص 22، وربنا يستر يا حاج والله. محمد. ايوه باشا. انت مصلي يا محمد؟ محمد. ايوه بنصلي. عليك انك انت تكثر من الاستغفار. والصلاة على خير الانام محمد عليه الصلاة والسلام. يا محمد عليك انك انت تكثر من قراءة آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص، ربنا ينجيك من جميع المهالك، فقول الحمد لله. الحمد لله. والله أعلم. اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنت حضرتك حلمت بمجموعة من السيدات المسيحيين ثلاثة، كنت قاعدة معاهم. لا، السيدات المسنين ولا المسيحيين؟ المسيحيين. تمام. وحلمت بمجموعة مسيحيين. طب علي صوتك وكلمني. وطي التلفزيون يا بابا، وطي التلفزيون عشان تسمعينا. تمام. بقول لحضرتك حلمت بمجموعه قطط في الحلم بيقولوا لي افتحي الباب عشان نخرج. تمام. بقول لهم انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ فزي ما يكونوا بيتكلموا معايا، فبيقولوا لي مالكيش دعوه، بس افتحي لنا الباب، احنا هنمشي وهنخرج من الشقه خلاص، بس افتحي لنا الباب. تمام. وحلمت ان انا قاعده في جنينه لونها اخضر. لا دقيقه يا مريم، ما تتوهيناش. انت انسه؟ انت انسه يا مريم؟ ايوه. امورك معطله في الزواج؟ ايوه. طب ما هي القطط اللي هي موجوده في البيت امورك معطله في الزواج، وهذه رساله من ربنا انك انت تعملي يعني اقل حاجه تحافظي على قراءه ايه الكرسي مستمره يا مريم. موضوع النصارى في المنام لما المسيحيين، الله جل وعلا سينصرك على الاعداء والحاقدين والحاسدين، ولكن ما تسكتيش على نفسك يا مريم، لابد انك انت تحافظي على الورد، على الاذكار في الصباح والمساء، وبالذات بالذات قراءة آية الكرسي يوميا يا مريم. والله اعلم. اتفضل يا محمود. ازي حضرتك يا عم الشيخ؟ الحمد لله حبيبي الغالي. والله احنا بنحبك يا عم الشيخ. ربنا يبارك لك واحبك الله الذي احببتني فيه. الله يخليك. رحت يا عم الشيخ، انا كان عندي عربيه. تمام. وبعتها. نعم. تمام. فقلت انا اعمل مشروع تاني صغير مكان العربيه. تمام. فعملت استخاره وشفت في الرؤيا اللي انا عم الشيخ واقف في محجر زلط وعايز اشتريه. تمام. بس انا ما قدرتش عليه، يعني ما قدرتش ان انا ادفع الفلوس بتاعته. تمام. فرحت قلت خلاص اذا ما انا مش هشتريه اروح اشتغل فيه انا واخويا. تمام. فرحت سافرت عم الشيخ واشتغلت انا واخويا، وانا عم اشيل زلط بقول لاخويا الواحد هو بيشيل زلط ما يلاقيش حتة آثار يبيعها. تمام. فقال لي لا مش هتلاقي. قلت له يا عم ان شاء الله هلاقي عشان انا عايز اكل عيش. تمام.
فانا بكب الزرق لقيت حته وحطيتها في جيبي. تمام. وكنت خايف وعمال اقول لهم انا هنزل، قالوا لي لا هتنزل ازاي ده الوقت حاضر، قلت لهم لا انا لازم انزل. تمام. لازم انزل اروح بيتنا واروح لابويا. نعم. فرحت روحت البيت لقيت اخويا بيقول لي انت هتروح تجيب اراده العربيه. قلت له ماشي. رحت وانا ماشي في الشارع لقيت ابن عمتي ماشي جنبي وعم يقول لي يا محمد احنا مش هناكل عيش، قلت له ان شاء الله هناكل عيش وهتوسع علينا. قال لي ازاي؟ قلت له ان شاء الله هناكل عيش، انا ماشي في مشروع في موضوع وهماشي وهناكل عيش. تمام. بس ما تقولش لحد على الموضوع ده اللي انا لقيت حته. تمام. اصار يعني. واحنا ماشيين مره واحده لقيت نفسي جوه العربيه انا وابن عمتي ده. نعم. المهم ابن عمته طلع من جوه العربيه عادي وانا عمال عافر من جوه العربيه، عمال عافر ومش عارف اطلع. تمام. ورحت كسر الجزاز برجلي ورحت طالع منه. تمام. ورحت بقول للراجل اللي سايق على العربيه ده، بقول له يا عم فين الاراده؟ اخويا بعتني قال لي ما فيش فلوس عشان اديك، انا اصلا ما خدتش فلوس من العربيه. تمام. بس اتمنى بس انت توضحه لي يا عم الشيخ الفاضل. تمرض امر حبيبي الغالي، وتفسير المنام يبين ربنا سيفتح لك فتوح العارفين، وربنا حيغير وحيبدل لك الأمور في حياتك للأحسن والأفضل والأجمل، وربنا سيعطيك رزق كثير جدا. ولكن أنصحك اوعى تمشي في تنقيب الآثار، تخرب بيتك وبيت اللي هو جيرانك كما يقال، لأن كل هذا الكلام كلام يعني كلام عبث، ويأتي إليك بالبلاء ويأتي إليك بما لا يحمد عقبه، والله أعلم. تفضل يا أم مريم. أم مريم؟ أيوة أم يوسف، حضرتك أم يوسف. قالوا لي أم مريم في الكنترول، فضلي يا أم يوسف. أم ماشي يا حضرتك، بنتي دايما يعني قبل كده حلمت إنها خلفت 3 توائم. لا مين الحلم؟ بنتي. تمام. وحضرتك أنا دايما أحلم بقطر وحد من عيالي تايه. تمام. دايما حلم القطر ده معايا على طول حضرتك. أولا موضوع حد من عيالي. موضوع أصلاً. موضوع الثلاث بنات البنت في المنام دائما تكون بشرة طيبة جميلة عظيمة. ولما ثلاث توائم حضرتك، ثلاث توائم. ولما من عارف يا فندم، انا بتكلم على البنت الاول. اتفضل حضرتك. اتفضل. البنت الواحدة يدل على الخير الطيب والجميل، البنتين يدل على الخير المضاعف، الثلاث بنات يدل على خير لن تتوقعيه ولن تتخيليه ابدا في حياتك لابنتك. ابنك لما يكون ابنك لما يكون سائق للقطار يدلل على تيسير الأمور لابنك ولك، والله أعلم. اتفضلي يا حنان. حنان. السلام عليكم. علي الصوت بتاعك يا حنان، ما جايش من النوم يا حنان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز حضرتك عندي 3 رؤى. لا أنا هاخد منك رؤية واحدة بس يا حنان، لو كانت قصيرة هقول لك قولي رؤيتين. طب ماشي. صاحبة ماما حلمت ان ماما بتتصل بيها، وماما كانت متضايقة فبتقول لها مالك متضايقة ليه؟ قالت لها مفيش، ده الست اللي بتخبز لي عيش مش عايزة تخبز لي وانا ما عنديش عيش في البيت. فماما قالت لها خلاص، فقالت لماما خلاص انا هاجي اخبز لك. وصاحبة ماما جت خبزت لماما العيش والعيش طلع حلو. تمام. بس ده يدل ان امك دي انسانة كريمة تحب الكرم وتحب الجود، ليس إنسانة بخيلة أو شحيحة، وعند صفة الشهامة والمروءة، وهي كويسة جدا مع الناس وإنسانة محبوبة يحبها ويألفها كثير من الناس. قول رؤية تانية. والدي حلم من سنتين إن أنا عملت حاجة كده فالرئيس كرمني عليها، وأنا حضرت مؤتمر الرئيس كان عامله، فأنا الرئيس طلبني إن أتكرم، فأنا وأنا طالعة أتكرم انحنيت شوية على السلم، يعني ظهر تعبني فانحنيت شوية، والناس اللي هناك كده عملوا له برواز تطش، يعني كل ما حد يدوس عليه اشتغل كده فيديو ليا، يعني انجازات اللي انا عملتها. انت سنك كام سنه؟ 16. انت هتعمل حاجه او امر من الامور، وان ان شاء الله رئيس الجمهوريه سيكرمك، هتقابلي رئيس الجمهوريه في يوم من الايام. اسال الله جل وعلا ان يكون لك بالقريب ليس بالبعيد. والله اعلم. اتفضل يا محمود. تواصل معنا ان شاء الله يا محمود حبيبي. في حد معنا تاني؟ نحن ما كملناش التعريف الرؤية ولا تعريف الحلم بالنسبة لكثرة المكالمات. اي شيء في المنام يأتي اليك فيه الخير اعرف انه رؤية القرآن
رؤية الصلاة، رؤية الماء الصافي، رؤية الجنة، رؤية البحار والأنهار، رؤية السماوات، رؤية الملائكة، رؤية الثمار بجميع أنواعها إلا حياة معينة. فكل هذه الأمور تسمى في علم الرؤى والأحلام بأنها رؤية. أما الحلم اللي هو فيه الإنزعاج، اللي فيه القلق زي القتل، الذبح، الصلخ، المطاردات، الوقوع من أعلى إلى أدنى، زي الحروب، عالم الجنون، زي النيران، وهناك أشياء كثيرة جدا تسمى اسمها حلم. في حد معنا؟ اتفضل يا منى، تواصلي معنا يا منى. وهناك شيء آخر تكلم عنه الكهنة اللي هم كانوا مع سيدنا يوسف عليه السلام، فعاد يوسف مع حاكم مصر عندما سألهم في الرؤية. فعندما سئل الكهنة عن تفسير المنام الذي عبره يوسف عليه السلام، وهذا يرجع إلى قوة المعبر ومن الله على المعبر وفراسة المعبر، الكهنة عندما سئلوا قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. ولكن عندما سئل يوسف عليه السلام عن تفسير المنام قال كلاما عجيبا طيبا جميلا، وتحققت رؤية يوسف مع صاحبي السجن، وتحققت رؤية يوسف مع حاكم مصر، والله أعلم. فعلم الرؤى والأحلام أو الأحلام عامة هناك فيها رموز كثيرة جدا متعددة. ربنا لما يجيب لك منام كده، يجيب لك رؤية، لم يأتي برؤية عبث، ده لها مقصد جميل. نقول المقصد بعد علي. اتفضل يا علي. علي تواصل معنا يا علي. لما يكون في رؤية جت لك كده، رؤية منامية، ربنا سبحانه وتعالى ما يقول لك أن تفعل أمر أو لا تفعل أمر، ربنا يبشرك بأمر من الأمور. يعني مثلا ممكن تشوف في المنام أنك تؤذن. الأذان كما نسمع عدد كبير من الناس يقول على أمرين، لإما حج أو سرقة، هذا كلام غير صحيح. في الرؤى والأحلام الآذان له تفسيرات عديدة كثيرة جدا متعددة. لو حبيت أذكركم 100 رمز على رؤية الآذان، رموز كثيرة جدا. الآذان ممكن يكون زواج، الآذان ممكن يكون نجاح، الآذان ممكن يكون سفر، الآذان ممكن يكون حج، ممكن يكون سرقة، ممكن يكون شفاء من مرض، على حسب الرؤية وعلى حسب الرأي، ترتيب الرأي في الحقيقة إيه، وبذلك يكون له تفسير معين. لو واحد أذن الآذان ولم يكمل الآذان ما كملهوش، يدل أن هناك أمر من الأمور لم يتحقق إلى صاحب المنام. لو إنسان أذن في المنام، أخذ يؤذن. اتفضل يا منى. أيوة أستاذنا، السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور يا فندم، منور والله. اتفضل يا منى. حضرتك شفت والدتي الله يرحمها بعد ما توفت حوالي شهر كده، كأني ببص من العين السحرية بتاعت الباب وهي طالعة على السلم، وراها قطتين صغيرين تمام، ومعاها في إيديها مراية. نعم. فبعدين بقول لها ايه، مدت نزلت ايديها لتحت، بصيت لقيت المرايه بقت قطه، بقوا ثلاث قطط. فبعدين انا شفتها فبقول ايه، مين ماما؟ قالت لي ايوه ماما. بقول لها وبتبتسم كده، والله ماما؟ قالت لي والله ماما. فتحت الباب وحضنتني حضن قوي جدا تمام. وبعدين فبقول لها ايه، مش انت متي؟ قالت لي ايوه انا جايه عشان اطمن عليكي. الله جميل. وبعدين لقيت حضنتني تاني، ولقيت في حد بيشدها مني بس مش شايفاه، يعني عشان بيبعدنا عن بعض. فلقيتها بتقول لي ايه، ادعي لي يا منى. فانا عايزه ادعي لها دعاء حلو قوي بس مش عارفه اقول لها ايه. فقلت لها ايه، ربنا نور قبرك. قالت لي يا رب، بصوت كده كله شوق وكله حب. وخلص المنام يا منى. ايوه
ابشري وقول الحمد لله. الحمد لله. ان امك في راحه وفي سعاده وفي نعيم تمتع عند رب العالمين. امين يا رب. الشيء الثاني، امك مشغوفه عليكي ومنهوفه عليكي وتريد الاطمئنان عليكي، فعشان كده هيت لك في المنام. الشيء الثالث، هناك دعاء عظيم او اجر وثواب كبير جدا لن تتوقعي ولن تتخيلي ابدا وصل الى امك في قبرها. يا رب. فقول الحمد لله وربنا هيجعل لك راحه وسعاده وسرور يا منى. طب حضرتك القطط والمرايه دي تفسيرها ايه؟ ده ربنا سيزول عنك انت نقم، وسيزول عنك بلاء، وسيزول عنك اذى واوجاع والام، فقول الحمد لله. الحمد لله، شكرا لفضيلتك. تمرين امر. معنا امل، تفضل يا امل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا امل. ممكن اقول لحضرتك رؤيتين؟ هتقول الرؤيه الاولى يا امل، لو كانت قصيره هقول لك قول الرؤيه الثانيه. ماشي حاضر. فضل. اول واحده حلمت ان ايه بينزل زي عليا من السماء كده كيسه سوداء فيها بصل، وبعدها نزل عليا كيسه ثاني سوداء فيها جزم كده قديمه، وبعد كده ببص في السماء فلقيت زي جمال، مجموعه جمال كده في السماء. تمام. بس كده فصل. لا يعني بصل وجزم وجمال مش كده برضو؟ نزل عليا من السماء شنطه فيها بصل وشنطه تاني فيها جزم قديمه، وببص كده للسماء لقيت زي مجموعه جمال كده في السماء. طب انا ما هو الكلام اللي انا قلته يا منى، انا ما قلتش حاجه بالانجليزي وانت مترجماها عربي. لا اولا بس كده، ما قال له فلو انك اجي حاجه، قال له اهي، قال طب ما هي قريبه عليا. أو مين؟ أو أنا البصل، ربنا سيحفظك من البلاء ومن النكد. أنت آنسة يا منى؟ صيمن الله عليك بالزواج، موضوع الأحذية. موضوع الجمل ده يدلي أن ربنا حيمن عليك بالقوة والصحة والعافية، والله أعلم. اسمعينا يا منى من التلفزيون، وفي معانا اتصال ثاني؟ تفضلي يا ثناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا قعدت اخدم والدي حوالي 7 سنين. تمام. وبعد كده هو توفى، وجالي بعد رمضان كده في رؤية ان على هيئة شاب صغير وبيتحكي. تمام. بس هي رؤية واضحة لا تحتاج الى تأويل والى تفسير. والدي، طب هقفل. اسمعيني من التلفزيون، الرؤية تبين ان والدك في الجنة يمتع عند رب العالمين، والله أعلم. أسأل الله أن يحفظنا يا جماعة جميعا من البلاء ومن الوباء، وأسأل الله أن يحفظ مصر وجميع الدول العربية والإسلامية يا رب العالمين، ويحفظ أولادنا وأزواجنا، ويحفظ أحبابنا من كل سوء ومن كل مكروه ومن كل وباء. إن شاء الله ستكون متواجد معكم إن كان لنا في العمر بقية. طبعا هو البرنامج يوميا تقريبا، ولو الإعداد يريد يعرفني إذا كان صح الكلام ده ولا لا، البرنامج حيكون يوميا، بس أنا حكون معاكم متواجد إن شاء الله إن كان لنا في العمر بقية، يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، فانتظرونا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.